من المهم أننا نشعر بكم بالضافية. الجميع كيعرف أننا جينا في واحد الضافية اللي هي صعبة. الحكومة تعينات في عز الأزمة إلى ما قلش في عمق ديال الأزمة. أزمة إغلاق الحدود بسبب الجائحة. والحدود تقريبا لمدة سنتين في غالبها كانت مغلقة، ومن الطبيعي أن قطاع السياحة يكون هو الأكثر تضرر، وهذا ماشي غير في البلاد ديالنا ولكن في جميع أنحاء العالم. جينا في مرحلة اللي هي فارقة، هي نهاية الأزمة الصحية وبالتالي نهاية الإغلاق وبداية الإقلاع. لذلك كان من الضروري أن نديروا اختيارات، وضروري أنها تكون صائبة، لأن القطاع كان تقريبا كيعيش في غرفة الإنعاش، كان مهدد أنه يبقى في غرفة الإنعاش لسنوات، عادي بدا يسترجع العافية ديالو. وهذا الشيء اللي وقع اليوم في مجموعة من الدول اللي هي قريبة اللي عاود توريسها إلى ما قلعش فيها. كان أمامنا جوج اختيارات، إما انتظروا فتح الأجواء وعودة النشاط الاقتصادي ونشوفوا أشنو غادي يوقع غدا، وحنا في عز الأزمة وحنا ما عارفينش المستقبل كيفاش غيكون، نديروا اختيار ونراهنوا كذلك على هذا القطاع من خلال التدخل العاجل للإخراج ديالو من غرفة الإنعاش. وهذو هما لي ميزور اللي تكلمت عليهم قبيلة بلا ما نتكلم عليهم، ديال 2000 درهم ديال يعني اللي يلا سي ان اس اس، تاجيل ديال اجل تسديد القروض، عفينا المؤسسات من واجبات انخراط الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، عفينا اصحاب الفنادق من الضريبه المهنيه، وديك 737 مؤسسه اللي استفدت من المليار ديال يعني باش يصلحوا لي زوتيل ديالهم قبل ما يفتحوا. بعد ما تشاورنا مع المهنيين خرجنا خريطه الطريق، ودابا هذا اتجاه جديد. حنا خارجين من الازمه، نحن لسنا في يعني استراتيجيات كبرى اللي غادي تدينا لسنوات، خصنا نخرجوا من الازمه والبلاد توقف على رجليها ونزيدوا للامام. واحد العدد ديال الامور تكلمنا على خارطه الطريق، التعليم تكلمنا على خارطه الطريق، اليوم السياحه كنتكلموا على خارطه الطريق، سيتادير حنا في لا ميزون اوفر يعني في التطبيق وفي التنزيل ديال العمل الحكومي وديال البرامج اللي جات بها الحكومه يعني معها في هذا لا كونفيونس اللي عندها من عند المواطن. هذا خريطه الطريق على اربعه ديال السنوات، المبلغ الاجمالي وصل 6.1 مليار ديال الدرهم. قلنا غادي نستقطبوا 17 مليون ونص سائح في 2026، في اخر 2026، ونخلقوا 200 الف فرصه شغل، وغادي نحاولوا نوصلوا ل 120 مليار ديال الدرهم كعائدات من العمله الصعبه. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك جديد الفيديوهات من هيسبريس.